السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله ربكم وراقبوه في السر والعلانية كما أمركم بذلك في كتابه الكريم، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى وحي نو سودجيي كتاب وسودجيو الدوميس كتاب كي ودنبي آخر الكتب، وحي نو صدري رسول شيا أنبياء إلهي سبحانه وتعالى وصدري كي ودنبي إلهي با سبحانه وتعالى نبي محمد كدغي خاتم الأنبياء والرسل إلهي باي نوشيغي نبي إساء كدن بيينا نوچرين ما دام وحالك سيدا يهي إلهي سبحانه وتعالى وحو كدغي شريعة وصود يبي نبي محمد إيا كتابك وكسود تيي مد دم استران دين عكستا أولاق إياغو إيا سيكستا أولاق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إلهي بأنه الشيخ سبحانه وتعالى دين دمائسترا إنو ينوسو دكي دين تاسي وقيبها إيادنا عيادا نولاشا دين عاني كهذا الوحاي كوها قاقيسو إيا أحكامتا إلا دهي من نبانك التقين، ودين العقيدة ودين العبادة ودين الأحكام ودين الأخلاق والسلوك وحكوداً عقيدوينك يا إيمانياتك صح ذا إلهي سبحانه وتعالى واتبيي إلا آمنوا قلبك الوقن تردمانتون عبادات كإلهي سبحانه وتعالى لو قد وهذا فر الإيا الصنة وحكم قلمة شره الشياد وحي أحكام ليهين حلال إيا حاران وحكد من مشره قاب كولدق ميا الدون كربك سبحانه وتعالى أبو ري إيا قاب كولدق ميا خلائق ذاك للدون ملائق له بني آدم له حيوانات له وحي دين تنكتك تابيراتي مجرون إلهي باي نوع دايي شمولية هذا الدين دين تنيني تاي الدين لما استران نولش قفك بني آدم كان قوضة باي كتك تابيراتي مجرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وحتى النبي محمد يقف كستو مسلمو صلاة دايدا قور عايقا نلشايدا يجيري دايدا إلهي با إسكالي سبحانه وتعالى أحكامنا إيالي عيد إلهي اللو ذاكتانا ما تيرتو رمان نلشايدا أردن إلهي با سبحانه وتعالى مسلم قواهي وأنقوه قان سمية إلهي با سبحانه وتعالى كتاب التلمامي كتاب كقرآن ومستر كأي إشا كوباد الشرائع إذا يحكام تدين الإسلام يكسو ما أحد يكسو فرشو إلهي با التلمامي إنو إلهي وسودة شيء الشيء والبين عدي إلهي با شيء أرين كستا حكم كذا يحل كذا إنو كتاب كقرآن كحسيهي سيدا وقفي عنا دومها ودنتا الدنيا خربنا إنو عديني. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
قرآن كان لذلك وحكوها نونين يا أرين توتو صنان تبادن وهجاكسن ووناكسن وفائدة إيا منفعة بادن مسألة قارة لما الشيقي وفي جميع مسائل الحياة الرماها نرشه ودنوي. وقال الله سبحانه وتعالى في أجمع آية في كتابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر آية دا كتاب كإلهي كم دوحا كدن وناقودن إلهي وواجبية وناقودن أما شيء صناب كدقي أما شيء مباح وأدومها الله فصحي حمان ودن إلهي سبحانه وتعالى أدومه سوى الدينه فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو عدل وخير ومنفعة وفيه صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة وكل ما نهى الله عنه فهو شر وفساد وضرر في الدنيا والآخرة أيها المسلمون عباد الله عقيدة نوعا سوى عقيدة اتهاي قفك استوى مسلمي إنو آمنه إن دين الإسلام عقيدة يقف لانتهاي ودين الإسلام عبادة يقف لانتهاي ودين الإسلام رقالة يقف لانتهاي ودين الإسلام سياسة هي حكم هي مارين تنولشة يقف لانتهاي وأنو تشيرين قضب دين تنكمقا أو كدما قفك اعتقاد إنو تشيرو واحد دين تنكدما وملك للك الدونية مبادئك له هي اعتقادات كلا هذا ليس بمؤمن قف إلهي الرسول كيسي الدين والإسلام رميسان معاكاس قف كسيداس وكلا آمن سن دين والإسلام إن يتدين دمائسترن ونلوش قيبه هذا كلا الدوان أردن أحكام يا شيء سيد الله مارين ينا عديسي لكن إن الدين تكقادنا يا إن ملك لو هو أروريا كإيمانك سما دما استرنا إسلامي مدي سنوا دعوة عن طاي قال الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون كتاب كقيب كم إذا مياد رومين سان قيب نمياد كتكي سان إيمانك عقيدة باطنة هي عمل ظاهر ومقدل بدب وليه قف كقيب كم إذا رومي قيب نبين يايد واسوق لي قف كقيب كم إذا كعمل فلي قيب كم إذا نسي بريد وخلاف يسوق وقران يوق الله شاقي واسوق لي وعمل كيسو كتاب كبر كرومي عمل كيسونا كتاب كبر أي خلاف إلهي سبحانه وتعالى وحد تلمامي داد كارين كودو سيدا إياهي الدنيا دا إنا يكون نولانا يان دل نمو إيهوك يبي هوف يوم القيامة عذاب كودران إلهي نقليني وحكلو إلهي وشاقي هدى يقو إلهي إلا بينو أي موقينيهين إلهي حال كود إنو لصعده ومرنبا أنو موقنين لا يصح يا عبد الله ما أنصح يصح إني محمد أتكدقت إمامك في الصلاة كانت صلاة دك قد ينيسو إيا صومك إيا حجك ماركس إيا الليل لنا أتكدقت كوة دقالها كقادر يصح محا صحة محا خلدن أرنتو دقالية اقتصاد مركي تاقنتاي ما أنصح يسيا عبد الله إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أتكد قطه كاد كقد ديانا يسوع وقندم بين يسوع الرماه الجور كدحلك إيا فرنينك مركا أي نقطة عقوبات حدود قصاص أتكد قنا يسوع كاد كقد ديانا يسوع هذا الرماه كقادنا يسوع مت كافر كودون يبها النغلو كوي تاريخ دا صوم عليك كميرا ما أنصح يسوع
يا عبد الله إنا تراد إلهي بان ربيهان الرميسناها إسلام كان الدينهان نبي محمدنا الرسول نمو إيا النبي نمو حدنا رنتو مركي تاغن تهيهو قامن إسلام كو إيقو ما في الله ملك لا ينك دونان إياه قوانين فرنسيسك يكوى إنجريسك يكوى مرايكنك وانا دي اعتقاد سنين بإسلام كو هقامين إيا مامل إنو كوكو في ليا أما دي اعتقاد سنتهي لكن عمليا يدقنهان أرنت نوع عسياد خلافة يسو هذا لا يسوح يا عبد الله ليكن محمد عليه الصلاة والسلام إمامك في الصلاة وإمامك في الاقتصاد وإمامك في السياسة وإمامك في الحكم إمامك في القصاص وفي الحدود وإمامك في الأحوال المدنية الرماه أردن كاد كقد ينيسو أحكام تيدا أدو قدن بينيسا هل نغضو نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وتاسف هذا قفك مؤمنك إيمانك سوء دم استريح مرك الله يا رو إلهي كتابك يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولرانا لش هذا كسلة حكم كرديك وهبنا لولاد كيالو مقلا يو الداعي بورني أما المنافقون منافقين تمياه هذا لها وحي الشيخان أيان إن الرميين إلهي الرسول كيس والدين الإسلام دين تود أيطاي لكن ما دام تاسياني قلبي قوضة كتر سيدة إلهي يري يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم أفك وحي كلي وحن قلبي قوضة كتر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وحي الشيخان أيان يوحي أمسيهم باكل الدول فاس وحي كينيسا إن مرك الله يارو إلهي الدين تيسا ليراهدو نولش هذا الدين تنكو الصلاة قيبه دوردن ودما استرانتهاي وح ملك لدوغا بانتهاي مجرو وح كستو ونكسانو ملك لدوغو شاقير الدين والسلام وكوچرا منافقين تو سمعنا وعصينا بورنيان مقالي لكن يالي مينوه قان سبيمين دين والسلام يا عباد الله سيدا أصوراً ضد بدن ومسلمين لكن دين تانا قون اللهين ماها ماها الدين كهذا الشوء قرة عبادة برح التيران الدون كي إلهي ودحيس والدين سيدا إنو شاقني دليل كيدنا إنو سواروريني نلش قيبه دو أردن مارينيس إمام الشافعي أيادت كدح استاقي أو يري وحد دون إساني ويدية دليل بان كتاب كإلهي دينك كيني أريدك سوصاري آية من القرآن الكريم دين الإسلام ماها سيدا دادك قاركوت ومسكح دا لغا قدو ليا آمينين دين دادك عديد قلينيس وحال حار انتمية وحال ترين كرو كو لابا صدحا فرشان لح لوران كرو صالو ترين كرو وكتوب تكو حسن الشيادة وحال عنية وحال عبية وحال قشادة ما لا قاليه قاديد وح لا قدكتو وح لا ايبيه وح لا ايبسدو سيدا لو ايبيه سيدا لو ايبسدو اصل وح لو قدغاي حلال نيمو وكو علمادو شيغا قاعيدده قرانك iyo sunnuhu baa tusiyeen orneysa al aslu fil ashiyai al ibah ashiyada wax asal waa mubaah nimo qofka jira waxa si waa haaran dalilu keen baa loo oranay hadii kala hadalkiisa la dhageysan maayo ودين واسع لا تضيق على الناس حياتهم ودين بلارن وددك النلشو ذا أن عريرك قلنا هين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سدو مسلمو أورن كرا دين تا إسلام كو عريري بي قلنا سائيدو إلهي ولي يهي إلهي فضيد بو دين لدون يا إذن لدون مايو عليس يا عريري يدو إلهي سبحانه وتعالى وشاقي وحليسي وحريري وحرج الدين تقفك إناني قل الله دين عكستو لك يا قبا وما جعل عليكم في الدين من حرج دين تدحده يدو عليس يكده دشي نميلين
سيداس واي تهي ايا حد انا قفك بني آدم كحالة ده الصومر ايا اكل الدوان ايا الدين الاسلام قيمة يسي مركز اوحي حاران تعادها حالة ده اي قفك الضرورة وقبته وكم مارمي وايو ايا الله حلالين ايا حرمت عليكم الميتة وبختي قوال حاران تمي لكن قفك مركز ضرورة وقبت بختي انه عنا ايا الدين الاسلام ايو بنين ساوران ميسو قاتشو لما بختها عني ودين تا سيدا واسعة وسيدا سوب الله انت الوجود دي دوائن كوبان وان دنكوا هين وينهى عن الفحشاء والمنكر وحفى الحماء وحل الديداء وإلى هاي الديداء رسولك الديداء وضميرك الصحداء ابن آدم كوديداء أيوم بإلى هاي سبحانه وتعالى حارنتمي والضرر يردبوا لقفك ابن آدم ك الدنيا ده انتو تشوغو يا آخر أمرك إلى هورتكو. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار وحلال وحقوف كتبوا للدين تيس عقل جيس نفتيس مال كيس عرض جيس يا شرف تيس يا اللود دي دي إنو نفتيس قصة مايا يا إنو عدك لا قصة مايا انتبوا اللود دي دي دين الإسلام عصورتي للتطبيق انشري شعوبتي يد ولدوه باعي دقن قل انشري مسلمين تو عزة يا شرف بيكو قارين دي بودعكو ميكينين إلهي بانا تاين وشاق ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين السيادة والريادة والقيادة والعزة والشرف لا ينال إلا بهذا الدين نولش ونكسن دين تنوحانا هلقو قاري مايل سكستو أوقفكو وهيستو مال الدنيا هدي الدين تنياي كم قنتاي راح ودموا كم قنتاي هدي كبر مقنتاينا انت كم مقان انت يدا الراحة قلبي ينفيدا يدا قناشو ايا كم مقان الهي باين وشيقو يري يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وحلال وحي الهي نوغو ياري ووحن لشينا وناكسنا يكترتو الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الطيبة في الآخرة من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أيها المسلمون عباد الله الرميه أنه أردن دين تاينو علنو يينان قيب قيبين وينان يهلان صفات إلهي مشركين توكو صفية الذين جعلوا القرآن عضين كو قرآن كقيبة كردقين قيبة الرميين قيبة بينيين قيبة وافقين قيبة خلافين نولش نوردن كتاب كقرآن كهجه هذا إنه كدقن يكاه إنه كصلين إنه والله وين الليبان أو وين الجوليسن أو ماذا إنه هجامين وعزة يا شرف إنه لو نكسر إنه كنا ولا ندورنا أسأل الله أن يوفقنا لذلك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله إلهي سبحانه وتعالى وحينا أمري إنا إنو وضا مسلم نقولنا أنا قف وليبا إنو وضا إسلامه إسلام نمضو ووهو قانسا كإلهي اللوهو قانسا الإسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة وإلهي اللي سقود ليبا إلا كليييو معبودك حقا كليدي لو آمنو كليدي للعاود إسلام نمضو وادعست إلهي لا دعو إلا قامر قاتو قفكو سيدا ما يستران إنو إلهي أكليه يو وسيدا ما يستران إلهي وادعو في جميع أوامره ونواهيه مسلم نمضو دميس كتراني واتاس إلهي با كتاب كي سكوري يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إسلام نمضو قال سيدا ما يسترانو قال بر مسلم نقنين قف قيبنا مسلم كوا قيبنا إسلام كو خلاف سنها نقنين خذوا الإسلام من جميع جوانب ابن كثير رحمه الله إسلام كو ذقات عقائد كيسة عبادات كيسة أحكام تيسة حلاشي سيا حاران تيسة معاملات كيسة أبداقن كالساد والأرق ميسو خلايق ذكال الدول إسلام كقاضو
وصفه أيش صحابة رسول الله إلهي وكعزية في الدنيا وحال كودي وكبدلي إلهي الرالي وكغر نقضي شننا وقب الله قاضي أولي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه آيات كستو كتابك إلهي كم إذا أسودك تمعنى يدي برين شرين عمل إيردق النوو الرقي شرين سيدا سوك الحديث كستو النبي محمد عليه الصلاة والسلام كم مغلان حال كود ما هين وان مقليا لكن لا شيء دا إيردق أن كيغ وحرا هذا كويا لما يان آياتك يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لقى السوري وحاران هدي الله مقلو مركاسا وقدم بيسي مركو النبي عليه الصلاة والسلام تلمامي الدهب كن رقينو حاران كياهي رقو وحي فرق الدهب يحيرنا يوضوي التورين هل كيبا يكون بحيان مارو بارتي قريقا انتقا ايو مركن قريقا تقابان اسلام تسين دونا حتى نيري مجين هل كاسي كو التورين سيدك دقاي اوامرت الهي اوامرت الرسول كوفو لنشرين مركي آيات الحجاب اي سود دقين صبحي قبرت بلا حجاب لقمارك مقالة مدينة تاسي كقاعد كادين عدو قودي ونصرة الهي كوهلين ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم تاسي امده حوق اي اوودي نقالها اي اقونت اسبدا اي اي كوه قاميين تاسي مسلمين تو كو نقدين كو اقونت دينات دا اي اقونت الدنيا ايق الله صدونت ابتكارك يا هل أبور كعلوم الدنيوية يجو السماية مركي تاسيا هوسو نعضي وحوسو نعاي عزدي إيا شرفتي يهو قامنتي مسلمين تا إلها انشري وحي نقاحي قامت شرو إنا يدين تاين نبارا نص نما يسترنا ينقود قنمو ياني أيها المسلمون عباد الله إلهي وحوي نقاد دون إيا أرن كستا قول كستا إيا فعل كستا إيا موقف كستا إنا المسلمين كنغون قنع صدى مسلمة إيب صدى مسلمة مدحوين مسلم وإسلام كي دبقية شعب مسلم ودين الإسلام كو رقمية بختر مسلم وإلالين يا أحكامتي يا شرائع الإسلام وددك مسلمين تاونا حريصانا يوانقش هاين عالم مسلم ودين تتصالة وقواددك كو رقم كيدي يفلين تيدا حق سيدو ياهي وقشيك يا إلهي سبحانه وتعالى وامري هذه الحياة وهذا الدين لبيس ديدا يا معه ونورش إنه الله يحسن قل ما يساعد الدين تري كما قنطاي دين تنينا مرة ما يستير ما يسوق ومرة ما يستير ما يسوق إن أفكار لقش يجو أور كان الروان وكام يسنا هاي حدا نورش إنه لقط دبقين ونورش إنه الرات كويا غلام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يغفر لنا جميعا ويغفر لآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل زمان ومكان وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا وأن يجعلهم أهل عزة وشرف وكرامة وسيادة والريادة اللهم اهد الضال المسلمين اللهم اهد الضال المسلمين وعلم جاهلهم واجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.